إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في البث المباشر والحي. دقائق قليلة على نهاية 2021، القبض على عصابة قصاصية السرقة بالخطف بحوزتهم دراجة نارية. تدخل رجال الشرطة القضائية على مستوى شارع لالا الياقوت أسفر على إيقاف شخصين عنصريين خطيرين بمدينة الدار البيضاء. نقول لكم الحدث بالصوت والصورة. الموقوف كان يبوح بأنه لا زال لم يتمتع بالحرية. إذن هذه تداعيات ما وراء حظر التجول على مستوى شارع لالا الياقوت بمدينة الدار البيضاء، النقطة الساخنة، النقطة التي أفاضت الكأس بالنسبة للعناصر الأمنية طيلة اليومين السابقين في حملة شرسة. إذن مشاهدينا الكرام، كما كتشوفوا معنا الأجواء عادية نهيكة، هذا ممر الأمير المولى عبد الله، حملات أمنية مكتفة،
زين زين. ايش 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 ايش. بخير نسالك. السلام عليكم. شكرا ورا طيب بس على الطاكسي. لا 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 ما طاكسي اتمنى. حرمه. شريعة عامه ولدي واش دينك؟ وانا خوتنا هادو. خوتنا خوتنا خوتنا. غير خاسر خاسر. إذن مشاهدي الكرام إلى هنا نأتي نهاية البث المباشر من الضربة الحين نقلكم بث آخر. دمتم خير والمزيد من التطورات بخصوص هذا الحظر. عندك بالي الحالة جد عادية. هي كان بعد استثناءات. غير تذكير بالنسبة للإيقاف المعنيين بالأمر فهما ذوي سوابق عدلية لمدة 24 ساعة. باش خرجوا من السجن. اذا مشاهدينا تبقى معنا هذه الليله، هذه ليله راس السنه. دقائق معدوده تفصلنا على السنه الجديده.